14 عام ديال المعاناة، خصوصا في هذه الأيام هذه كاين المعاناة بزاف، كيعاني من الكلاوي وكيعاني من البولة وكيعاني بالمصران. كنتمنى نقراوي نبرة. نقدر نقول لك مشات مع حسن 10 المليون. المشكلة أن المعاناة الوحيدة اللي عندي ملي كيبدا الحريق والألم واش نعتملو فين عتمشي؟ ما كرهتش نشوف شي طبيب الكلاوي هنايا بلا ما نمشي تنربط. عندي معاناة في الطريق، هو دابا كيتسقي ما نقدرش نعطي شي دواء ولا ما نشوف شي طبيب، واللي متأكدة منه أن الحالة دابا صعيبة. اسمي زهول محمد، طيب كنحس في الطريق يحرقني نتيجة الكلاوي. واخا شين خصك يا محمد تينا، شين خصك تعمل، شين الحاجة اللي بغيتي تعملها في المستقبل؟ في المستقبل نكون الطبيب. خصك تكون طبيب؟ علاش خصك تكون طبيب؟ هايدك باش تبقى تعالج العواوي. شنو كتمنى؟ كنتمنى نقرا ونبرا. والوالدة ديالك شنو تقول لها؟ نقول لها شكرا. كتبغي ماماك بزاف؟ ولا قول لها ماما، قول لها ماما انا كنبغيك. ماما انا كنبغيك. الله يشافيك اخي محمد. آمين. السلام عليكم، انا سميتي توريا، كنسكن في مدينه طنجه في واحد العوامه. انا الام ديال هذا الوليد زعبول محمد، هو كيعاني من بزاف ديال الحوايج. انا بالاختصار غادي نختصر، انا باش نجي نهضر على كل شيء من بعد من هذا 14 عام اللي عنده. راه بزاف 14 عام ديال المعاناه، خصوصا في هذه الايام هذه كاين المعاناه بزاف. ملي خلق اول حاجه اكتشفناه ما كيشوفش بعينه، ديناه للرباط، عملوا له اللي كانت عنده 3 شهور اكتشفته ما كيشوفش، مشى للرباط، ديناه للرباط، عملوا له العمليه على عينه في السويسي، بعينه بجوج بهم، زرعوا له العدسه في عينه بجوج بهم مزروعين فيهم العدسه، بقينا معاهم بالكونترول داكشي بدا كيشوف، ولكن ما كيجلسش، ما كاينش كيجلس، ما كاينش كيتقلب، بزاف ديال الحوايج، كنعس غير على ظهره، الا هزيتو كيطيح حيد على راسه. المهم صافي دوزنا ديك الازمه شويه، كنشوف هاد الولد، كنقول هاد الولد علاش ما كيجلسش؟ شوف هاد السنه، فهاد 3 سنين واربع سنين ما كيجلسش، ما كيهضرش، ما كيتقلبش. ديتو عند واحد الطبيب في محمد السادس، الدكتور السراسري، ديتو له شافو، قال لي راه خصو الترويض، قال له خصو الترويض. فعلا ديتو للجمعيه ديال لاله خديجه اللي في بلاص موزار، عملت له الترويض 5 سنين. باقي الله في الشهر الاولاني بدات مع الحصص ديال الترويض، الولد بدا كيتحسن، بدا كيتمشى، بدا كيتمشى، واخا ماشي ديك الخالفه انما بدا كيتمشى، فحاشي ولي يلا كيتعلم يتمشى. ديك الساعه كانت عنده 4 سنين عاد بدا كيتمشى، ماشي ديك الخالفه يلا اذا معمطربه شويه. بدا كيتهرس، بدا كيتهرس، واخا ما يطيحش شي حركه غير هيدا ولا هيدا، بزاف ديال الهرسه تهرس هو في يدي شي حاجه اكثر من هشاشه العظام، كامل كيطرطق شي الهرس، ماشي عادي، الهرسه ماشي عاديه. كنجي عين شدو هيدا، الا تلوات رجلو غير هيدا ولا هيدا يتهرس. ديتو الرباط، عملوا له العمليه على رجلو، عملوا له بلاطينات، عملوا له الدكتور العمراني، الاستاذ العمراني في الرباط، عملها له في كلينيك سويسي، عملنا له ديك البلاطينات. رجعنا للدار بخير، بدا شويه 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 شويه. واحد النهار قال المهم، قال لي نفوتوا هذه من بعد نعملوا على رجيله اخرى. بدات المعاناه ديال الكلاوي اللي ما كانش عندي في البال، يعني ما عطاتو حتى شي اعراض. الاعراض اللي تعطاو له الكلاوي، الولد كنشوفو غير ناعس، طايح في الارض غير ناعس، غير ناعس، ما كيشرب، ما كيعمل حاشاك البوله، ما كيتسقلب، ما كيعمل حتى شي رده الفعل، وليكوش ناشف. انا كنقول هذا ماله. شويه ديتو عند واحد الطبيب في ايبيريا، الدكتور بن عدو، شافو قال لي تسحيلات البولة دابا، الولد راه حالته خطيرة. بيد ما وجدت ديك تسحيلات البولة ديال 48 ساعة، حتى كان الولد جات واحد ايموغاجي، جات واحد النزيف، انا بقى كيفرطت كامل بالدم، الدم خارج له من فمه، من مناخره، من التحت، حاشا كامل، فحال انا ذبحت شي حاجة كتفرطت بالدم. صافي ديك الساعة عيطنا لومبينوس من تما، من عند ديال هنايا جات هزاتو. فين هزاتو لومبينوس؟ كان دخل في غيبوبة، عملوا له أكسجين، دينا المستعجلات الإنعاش محمد الخامس، شدوه تما، وقفوا له النزيف، دخلوه نيشان الإنعاش. في الأول قالوا لي توفى،
صراحه في الاول قالوا لي، في الاول قالوا لي توفى، من بعد ولا رجعوا عندي قالوا لي راه هي الصحه ديال محمد راه دابا مستقره. دخلنا شفنا انا وبابا في عالم اخر كامل، سلوكاش ديك النزيف وقف له، كان جبر المشاكل الماديه وكان جبر المشاكل ديال الحريق وديال الالم ديالي يوميا. فحال دابا هو صبح دابا اليوم مريض، فين 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 غنمشي دابا؟ بحال غنقول لك انا ماما انا حافظه، اليوم صحيت في السخانه الصباح كيتسقيا داك الشيء خضر، داك الشيء خضر ملي كيكون كيتسقيا والحريق في الطهر كنعرف ان الكلاوي. دابا انا كنقول وهاد ضد على تصفيه، غدا بعدو في اي ساعه يقدر ما يدخل في غيبوبه يا اما يعمل الدياليز، حيت انا عارفه انا عارفه الحاله ديالو. صافي ديك الساعه هما من تما شبرات واحد الدكتوره اسمها بايت عندهم تما، عيطت لي مشيت مي عيطت لي مشيت قالت لي واش مستعده ترجع ابنك للرباط؟ حنا راه عيطنا له من الرباط، هو فعلا الطب ديالو كاين في الرباط. قلت لها اه مستعده، قالت لي لهم بنوس حنا نعطيوها لك، هزيناه من هنايا نيشان تما للرباط. هذه دابا تقريبا 5 سنين تما، باش غادي نعملوا تسقيبه في الكرس، باش نعرفوا المعاناه الكلاوي، تما باش غادي نعرف بزاف ديال الحوايج ديال الكلاوي اللي ما كانوش عندهم حتى شي اعراض. دابا كيعاني من الكلاوي وكيعاني من النبوله وكيعاني بالمصران. نجيو نفكوا مصران نلقاو مشكله ديال الكلاوي، كنلقاوهم في الطريق. نجيو نلقاو نحلوا مشكل الكلاوي كنلقاو مشكل النبوله. كنجيو نحلوا مشكل ديال النبوله، هيا كيف ما قال لي الطبيب قال لي حنا عاد نحلوا له المشكل ديال النبوله، ولكن يقدر تولي يعمل العمليه في اي وقت في اي ساعه تقدر تخرج له ديك هذه. انت هنا كتشوف الدواسه ديالو اللي محطوطين راهم فين هما، راه كاين شي الزيوت كنعملوا ملو مش حاشاك باش يخرج، ملي كيجي باش يتكي باش يخرج كتخرج ديك النبوله، ديك النبوله كتخرج من بلاصتها. يعني حاليا دابا ما نهضرش باش نجي نهضر على كل شيء باختصار، حاليا كاين المعاناه دابا ديال الكلاوي وديال النبوله وديال هذا القبط اللي عنده في المصران. حنا شحال هذه كنا كنديوها مره للكلينيك، مره محمد الخامس، مره عندك الدكتور بن عدو مسكين الله يجازيه بخير في الكابيني في ايبيريا كيبنجوه وكيخولوا المصران ديالو، ولكن شحال عاد يبقى كيخولوا المصران؟ نقدر نقول لك مشات معاه حتى 10 د المنيول، فهمتي؟ لانه هو ما عندوش، هو ما كنخسروش عليه 100 درهم، عنده الرخيصه ديالو 1200 درهم، 1300، 2000، 2000 راه هي الرخيصة. غير التحاليل، غير واحد الراديوات اللي كيعملهم راه لا إله إلا الله. بعدا في الرباط عمل شي ثلاثة، عمل واحد في السويسي الكبير عملوا 4600 درهم، عملوه على المخرج ديالو باش يعرفوا المشكل مين ماجي على المصران. واحد تعمل في الرباط هذاك حنا باقي ما عندنا شي حاليا هنايا، وكنتمنى يكون عندنا هنايا، كيقولوا له سانتيغرافي. سانتيغرافي حنا ما عندناش هنايا في طنجة، علاش عملوه له في اكدل؟ باش يعرفوا الكلاوي شحال النسبة، شحال في النسبة خدامين في المية. يعني تقريبا هما الكلاوي ما عندوش خدامين. الكلاوي آخر مرة ملي عملت له دابا شحال هذه قبل من كورونا، ملي بدات كورونا بقيت عاملة الكونتات مع الطبيب ديالو غير في الواتساب، ولكن في الواتساب ما كافيش أن ندوه تحايل غير في الواتساب. عمل ديك سانتيغرافي دابا حاليا كيقول لي خصك تعاودو 2800 درهم. بهذه دابا اللي حاليا دابا اللي عامل دابا اللي ديجا دابا عامل هذا دابا 6 العمليات، 6 العمليات. كنقول انا فرحانه بحيت حط علي الله هيدا، ولكني ما صارش الخير في النور، ما كنعرفش الخير فين كاين. عندك فيها طاجه المشكله، انا المعاناه الوحيده اللي عندي ملي كيبدا الحريق والالم واش ني غتعمل له؟ فين غتمشي؟ فين غتمشي؟ هوا صباح كيتقيا، وانا ديك القي اللي عنده ديال متاكده ديال الكلاوي، ما كرهتش نشوف شي طبيب ديال الكلاوي هنايا بلا ما نمشي تنربط. عندي معاناه في الطريق، انا راه اصلا راه عندي واحد الورقه من هنايا من طنجه وعندي وحده من الرباط، ما يمكن يشبروا حتى شي طبيب هنايا، او يمكن ياخذ شي دواء من غير التشاره ديال الطبيب ديالو، خصوصا الطبيب ديال الكلاوي. هو دابا كيتقيا، ما نقدرش نعطيه شي دواء ولا ما نشوفوش شي طبيب. لا فكرت بزاف د المرات، فكرت نديه من برا، وهذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا باختصار، يعني ماشي كلشي. فكرت زعما الا لقيت زعما شي محسنين او شي جمعيه ما عنديش شي مشكل، واللي متاكده منه ان الحاله ديالي صعيبه. ما كرهتش ان يكون الصحيحه ديالو، ما كرهتش ان يقرا، وما كرهتش من غير القرايه. كنقول حتى الا جا واحد التحسن ديالو، حتى الا برا، حتى الا هادي، واخا نقرا غير في الجامع، غنقرا غير القران. عندي هاد الفكره.
محمد كنتمنى له الشفاء العاجل، ماشي غير له، سواء اللي في هذه الحاله في حال ابني او قليل او كثير. انا كنبغي هاد الوليدات كاملين، وعندي واحد الفكره ديما كنقول، هاد الفكره كنقول انا الا عطاني الله اول حاجه غنقلب على هاد الوليدات اللي صغارين، واخا نمشي عندهم حتى نربط، خصوصا الدراري اللي كيصفي. وشفت الصفيه الكلاوي، شفت المعاناه، شفت بزاف الحوايج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.